أرحب بكم في برنامج ورشة عمل في موسمه الثاني، نبثه تحت عنوان تطوير الذات. أنا لبنى البوضة سأرافقكم مع ضيفي الدكتور معن القطامين وجمهورنا في الاستوديو، نتعرف في كل حلقة على طرق تطوير الذات في المجالات الشخصية والمهنية وحتى في حياتنا اليومية. أرحب بكم وأرحب بالدكتور معن، شكرا جزيلا لهذه المشاركة دكتور معن، وطبعا أرحب بالجمهور العزيز المتواجد معنا، أهلا وسهلا فيكم. حلقتنا اليوم سوف تركز بشكل رئيسي على موضوع تطوير الذات، كيف لي أن أكون شخص أفضل على المستوى المهني، المستوى الشخصي، وحتى ربما على المستوى الاجتماعي. نعم، مرحبا فيك لبنى، مرحبا في الجمهور اللي معنا في الاستوديو واللي خارج الاستوديو. تطوير الذات هو إحدى الأمور اللي لابد الإنسان يأخذها من صف أول ابتدائي، لكن للأسف بيمشي العمر وبكتشف بانه هذا هو يمكن اهم مهاره ما حد وقف يعلمه اياها. فهي من الاشكاليات اللي قاعدين بنواجهها اليوم. اغلب الاشخاص اللي حابين يطوروا حالهم ما بيعرفوا المفاتيح التطوير. وكل واحد فينا مهمته في الحياه انه ينتقل من حاله الى اخرى، هذا المسيره يعني. فاكد على كلامك انه واحده من المواضيع اللي كثير مهمه، واللي ان شاء الله خلال هذا البرنامج اللي راح يكون مجموعه من الحلقات راح نتناول المحاور واحد واحد، بحيث أن نوصل إلى المشاهدين الكرام شو هي مفاتيح تطوير الذات. طب دعنا نبدأ مع هذه المفاتيح الأساسية، ربما نستطيع أن نسرد تباعا أهم هذه المفاتيح، بحيث نستطيع كما ذكرت أن نحسن من أداء الشخصية التي يعني كما ذكرت أيضا أنه نحن دائما في سباق لتحسين نفسنا. نعم. إن كان ضمن العائلة، إن كان ضمن المجتمع نفسه، وإن كان حتى عمليا، يعني كل إنسان يسعى لأن يكون هو أفضل كل يوم، وكل شخص ما كان أحسن باليوم الذي تلاه معناته هو خسر يوم من عمره. نعم يا ستي، شوفي الموضوع بيبدأ غالبا بيبدأ من تحليل الذات. يعني الخطوة الأولى كل واحد بيقعد بينه وبين نفسه وبيقول طب مين أنا. في واحد بيحكي أنه رحلة الإنسان في الحياة هي العثور على ذاته، بينما في شخص آخر بيقول لا، هي ليست العثور على ذاته، هي صنع ذاته. إحنا ما بدور، أنا مش ضايع أدور على حالي، أنا بصنع ذاتي. فصنع الذات هي الرحلة. بنبدأ وين؟ بنبدأ عند تحليل الذات. نوقف بنقول مين أنا؟ شو بعمل؟ شو نقاط قوتي؟ شو نقاط ضعفي؟ كل واحد فينا عنده نقاط ضعف، وكل واحد فينا عنده نقاط قوة. بعديها مباشرة بصير الواحد يفكر بينه وبين حاله ويقول طيب شو هي رؤيتي؟ شو هي رسالتي في الحياة؟ مين أنا؟ شو حاب أكون؟ بعد 10 سنوات الرؤية هي غالبا الشيء اللي أنت بدك تكونه بعد فترة من الزمن. وإحنا صغار كانوا يسألونا شو حاب تكون لما تكبر، الكل كان يقول لك بدي أصير اللي بيقول طيار واللي بيقول دكتور واللي هاي هي الرؤية، أو هذا هو بعض المرات بنقول حلم. الحلم بتحول إلى رؤية، بتحول إلى رسالة في الحياة، بتحول إلى منظومة قيمية. إذا حللنا الذات شفنا وين رايحين، بدينا بتحليل النقاط القوة والضعف. بعد ما نوصل إلى مرحلة القوة والضعف ببدأ مرحلة صنع الذات. شغلة بسيطة، شو نقاط قوتي بحاول أني أوظفها لتحقيق أهدافي، وشو نقاط ضعفي بحاول أني يعني أحل مشاكلها. وضع الأهداف هي الخطوة اللي بعدي. كل واحد فينا لابد أنه يضع أهدافه في الحياة. استخدام البيرسونال ديفلوبمنت بلان اللي هي خطة التطور الشخصي، في ناس كثير ما عندهم إياه، أغلب الناس ما عندهم إياه. طبعًا من 99%. اسمح لي على نقطة، موضوع إنه أنا بدي أحط هدفي. نعم. ممكن كتير من المشاهدين يتساءلوا إنه هل أنا بقدر أصلاً أحط رؤيتي لبعدين شو بده يصير بعالم مثل العالم العربي؟ بالتالي قد إيه ممكن يكون هذا الشيء فعلاً نحن قادرين إنه نوضعه وعندنا ربما الأمل بإنه فعلاً يتحقق؟ طبعًا، سواء في العالم العربي ولا في العالم مش عربي. إذا ما كان القرآن الكريم بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، أما يمشي على وجهه يعني مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. سواء كنت في عالم عربي، أنا فاهم شو معنى عالم عربي إنه غير مستقر، سواء كنت في بيئة غير مستقرة أو في بيئة فرصك منا كمان متساوي بشكل عام، يعني إحنا ما عم نقول سر هون، وإنما هذا شيء حقيقي. يعني دائما فرص العمل إن كان
بشكل عام أنها هي غير متساوية، حتى فرص التعليمية هي تعتبر مشقة، يعني هي ليست بالموضوع السهل. طبعا ما فيش شيء سهل، حتى الفقر في أمريكا أكثر من بعض الدول العربية، والفقر في أوروبا هي مشكلة، البطالة في أوروبا موجودة، إسبانيا راح تنهار، في عندنا مجموعة من يعني كل واحد في أي مكان في العالم ممكن أنه يجد نفسه في بيئة محظوظ يكون فيها أو يجد نفسه في بيئة غير محظوظ يكون فيها، وذر كان يعني سواء كان في عالم عربي أو في إفريقيا أو في الصين أو في غيره. فالبيئة المحيطة هي جزء يعني واحدة من الأمور اللي راح نتكلم فيها، أنه بعض الأحيان البيئة تكون دافعة، بعض الأحيان البيئة تكون بترجع لورا، بعض الأحيان البيئة تكون طاردة، بعض المرات تكون جاذبة. بغض النظر عن كل هذا، إذا أنت سواء كنت في بيئة جيدة أو بيئة سيئة ما في لك حل إلا أنك تضع أهدافك. هلأ إذن أنا أتغاضى عن البيئة الموجود فيها وأضع طبعًا أهدافي طبعًا وأعمل لتحقيقها 100%، لأنه إذا بيقول البيئة شو تعمل، شو البديل؟ تقعد بدون أهداف؟ معناته بالعكس، كل ما صعبت الأمور كل ما صار في داعي أنك تشد على حالك. يعني إحنا في مثل بيقول كل إذا جار عليك الزمان بدك تجور على ذراعك لأنه ما في حل. فبالتالي البيئة ننساها شوي ونقول بدي أضع أهدافي. عملية تحقيق الأهداف الآن هي اللي ممكن تكون تشالنج، تحدي، لأنه في البيئة اللي بتكون غير مستقرة بتطلع لك مفاجآت كثيرة. مثلا اللي كان عنده أهداف حطها بسنة 2008 أو قبل 2008 لما صار في أزمة مالية عالمية، كل الناس غيرت من أهدافها. في دبي كان برضو في كرايسس، أزمة أخرى، برضو الناس عدلت من أهدافها لكن لم تلغي أهدافها. بعض الأحيان بتروح أنت بتغير الأولويات، فهي عبارة عن رحلة، رحلة ذكية لتحقيق الهدف. يعني أنا أضع هدفي الآن وأعمل حسب كيف تتغير البيئة حوالي، وحسب ذلك أقوم بتغيير أهدافي أو ربما وضع بطريقة تكون مناسبة. صح. طبعا دكتور، نحن لدينا دائما فيلم تسجيلي نعرضه في كل حلقة ونناقشه مع الجمهور. لنأخذ بعض دقائق لنشاهد هذا الفيلم الذي يشرح أساسيات التطوير الشخصي ثم نتابع الحوار. لا يا حنان، أنا شايف أنك أنت لازم تساعديها أنها تكتشف نفسها. أنا تصرفت، وبصراحة بقى النهاردة هتكتشف نفسها على حقيقتها. اتفضل. مش لازم تساعدوني يا جماعة. يا دنيا ما تحللي نفسك بنفسك، احنا داخلنا ايه؟ وبعدين اسألينا وهنقولك. طيب أنا هسألكم، تفتكروا أنا بساعد الآخرين؟ أبدا. طب بلزي، تفتكروا أنا برفض النقد البناء؟ يوه دايما. في ثلاث أنواع من الناس يا أستاذ إيهاب. ايه هم بقى؟ في ناس مغرورة بنفسها، شايفة ان كل حاجة فيها كويسة، وده نوع تقبل الذات. لا، ده غرور مش مبني على صدق مع النفس، دي مبالغة في تقدير النفس. يبقى بيحب نفسه بقى. حب مرضي، بيزيد من شأنه وبيقلل من شأن الآخرين. والله يا دنيا انا مش عارفة انت بتحللي نفسك ليه. يا بنتي قلديني وانت تبقي كويسة. مغرورة يا هبة؟ تفتكروا انا مغرورة؟ كتير. يوه ما تعديش. ايوه يعني حوالي كم من 10؟ 10 من 10. والنوع التاني؟ النوع التاني من الناس بيكون ما عندوش ثقة في نفسه وبيشك في كل قدراته، وده يبقى شخصيته مهزوزة. بالظبط، النوع ده ما بيتقبلش ذاته ونفسه غير كل حاجة فيها، حتى الحاجات الحلوة اللي عنده برضه بيبقى عايز يغيرها. هبة انت مش ملاحظة انك مزوداها شوية؟ من فضلك كفاية وساعديني. انا مزوداها يا دنيا؟ انت بتحرجيني وكمان عاوزانا ساعدك؟ انت غريبة. طيب خلاص ما تزعليش. تفتكروا انا بقبل النقد البناء؟ بصراحة يا دنيا 10 من 10، يعني انت ما بتقبليش النقد البناء ابدا. والنوع التالت؟ ده بيبقى متوازن، بيبقى عارف ايه قوته وايه ضعفه، وبيحاول يغير الضعف ويحافظ على القوة. وهو ده اللي احنا عايزينه. النوع ده بيبقى في حالة سلام مع نفسه وبيحب نفسه، بس مش حب مرضي، حب صحي. يا هبة، يا هبة انت ليه مش عايزة تساعديني؟ ليه مش قادرة تتغيري؟ ما نفسكيش تبقي واحدة من الفريق بتاعنا؟ اتغير يا بنتي؟ الا انت ولا 10 زيك يقدروا يغيروني اصلا. طيب يا هبة، بس انا عايزة اسألكوا على حاجة مهمة. في حد فيكوا في يوم من الايام جي قال لي على اي حاجة بتضايقوا مني وانا ما غيرتهاش؟ كتير. 10 من 10. اصل بصراحه في شويه تناحه كده. طب ازاي الواحد ممكن يتقبل نفسه؟ تقبل الذات يبتدي بالصدق مع النفس. وبعدين الواحد لازم يعرف نفسه كويس، قوته، ضعفه، دوافعه. شفتي يا دنيا؟ اهو مش انا اللي بقول، زملائك هم اللي بيقولوا انك تنحى. خلاص اوكي، وانا بحترم رايكم ده،
بس اخر سؤال، تفتكروا انا بحترم راي الاخرين وبقدرهم؟ بفضلكم خليكوا معايا فير. بصراحه يا دنيا بعد اللي شفته وسمعته 10 من 10. وبرضه يحاسب نفسه طبعا من خلال محاسبه النفس يقدر يغير الحاجات اللي مش راضي عنها. صور ان في ناس راضيين عن نفسهم رغم ان وضعهم اقل من العادي. ده من الايمان، لما تؤمن بقدرك وتقدر انجازاتك وتعمل اللي عليك اكيد هتنام وانت راضي. استاذ ايهاب ده استبيان عن راينا كلنا في هبه. ايه ده، هي عرفت؟ عيب. إذن الفقرة عرضت ثلاث شخصيات مختلفة، الشخصية التي بتقدر نفسها أكثر من ما تستحق، اللي بيلاقي حاله أقل مما هو عليه، والشخص المتوازن. طب نحن نناقش الآن موضوع أنه أنا بدي أطور ذاتي، طب ما الطبع غلب التطبع، بالتالي قد إيه أنت عندك مارجن لأنك أنت تحسن من ذاتك وتعمل على هاي النوعيات المختلفة؟ والله أنا بشك في الأمثال، بعض الأمثال ما بتكونش مضبوطة يعني. طبعا غلب التطبع معناته ما حدش يطلع من دار اهله. لا، انما العلم بالتعلم. وعم تكلم عن العلم والحلم بالتعلم. فالامور فيها نوع من يعني فيها نوع من الانسان لازم يدير حياته. دكتور، يقال انه دائما نجاحك 30% حظك و70% العمل. بعد قليل سنعود ولنكون مع اللي معنا بالاستوديو اليوم نناقشهم اكثر حول الموضوع ونشوف قد ايه لعب الحظ والعمل بحياتكم. اذا الى فاصل قصير.